يو عدنا. يا هلا والله، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. بالعاده مقاطعه توب 5 لافضل الاسلحه كل موسم بينزل اول اسبوع من الموسم، بس لاني مشغول كثير هالايام بسبب الشغل الوضع طبيعي، يعني عادي ينزل المقطع بعد شهر من بدايه الموسم. يمكن ما بتعرفوني بس انا من عشاق اسلحه الاي ار الرشاش، لكن بعد التحديث هذا شايف انه احسن الاسلحه هي من تصنيف الاس ام جي. كان نفسي يكون سلاح الاي كي 117 والاي كي 47 والاي اس ام 10 والاي كي 24 والمان او وور والاي سي ار وقناص الدي ال، شو كمان كان نفسي يكونوا موجودين في القائمة، لكن للأسف ما لهم مكان في هالقائمة هذا الموسم لأنه في أسلحة منافسة يعني بشكل أكبر. سلاح رقم 5 معنا في القائمة كيو كيو 9 ام اس ام سي الغلابة. السلاح من فئة اس ام جي وبيستاهل الترتيب، سلاح قوي جدا من المسافات القريبة والمتوسطة كمان، بس يعني في المسافات البعيدة مش بزيادة. أحسن تركيبات ممكن تخليها على السلاح في البداية ردت ما بركب له، لأنه السلاح يعني بالسكن أو بدون سكن الأرن سايت فيه كثير حلو، فما بحتاج ردت منك. بخلي له سحب سريع، بفتح اسرع، مخزن موسع لانه المخزن السريع او المخزن الموسع مش حيفرق كثير بالتوقيت، بينما اخر شيء مركب له ايش مقبض. اما بالنسبه للبركات فمخلي له بيرك الرشاق الاحمر وبيرك النسر عشان تجمع رصاص، لانه زي ما بتعرفوا السلاح فيه بسرعه الرصاص بخلص منه، لانه بسرعه بخلص الرصاص وانت بتطخ فيه، فمخلي له النسر عشان يجمع رصاص على الارض. واخر شيء ديد سايلنت، يعني السلاح احسن شيء انا شفته فيه بالسيرش اند ستروي، وممكن تلعب فيه بالتيم ديث ماتش. تمام، فاحكوا لي رايكم بالسلاح وهل بيستاهل مكان ولا لا. خلينا نروح للسلاح اللي بعده. رابع سلاح معانا هو السلاح اللي اخر مره خليته بقائمه توب 5، كان وقتها اسمه اي كي اس. عرفتوا عن اي سلاح بتكلم؟ ايوه هو ده، هذا يو اس حاليا، كمان من قائمه الاس ام جي ومن افضل الاسلحه المسافات المتوسطه والقريبه كمان، وممكن يكون المسافات البعيده كمان لانه سلاح ثابت جدا. احسن تركيبات للسلاح بالنسبه لي، بالنسبه للسكوب مش بخلي له سكوب، مع انه في بشوف ناس بيلعبوا فيه بريد دوت، بس انا يعني بيناسبني العب فيه بدون سكوب، انتم حرين في الاختيار. ثاني شي بتحط له سحب سريع، كثير ضروري للسلاح هذا سحب سريع. كمان مقبض امامي عشان زي ما حكيت لكم سلاح ثابت هو فعلا، بس انه لو تحط له مقبض امامي مع الماسوره اللي هسه بدي احكي لكم عنها راح يصير يعني راح يقلب معك سلاح رشاش اي ار مش اس ام جي. فزي ما حكيت لكم بتخلي مقبض امامي وماسوره. بالنسبه للمخزن ما بهم لانه رصاصه يعني في عدد كبير من الرصاص في السلاح. اما بالنسبه للبركات فمخلي له بيرك الرشاق الاحمر وقوه بدنيه الاخضر، ممكن تحطوا له تشويش لو بتلعبوا مثلا في سيرش، واخر شيء صمت المطلق. سلاح رقم 3 معنا على القائمة، أكثر سلاح كرهته أول ما نزل بعد التحديث اللي هو سلاح الـ HBR. سلاح من نوعية رشاشات الـ AR، والسلاح نزل من 4 أشهر تقريبا أو أكثر بعجلة حظ، وأخيرا هذا الموسم نزل له سكن مجاني بتحصل عليه في تقييم توقع برو 2 أو برو 3 في الطور الجماعي. سلاح قوي كثير في المواجهات القريبة والمتوسطة، وكمان قوي بالمسافات البعيدة لو عرفت تثبته، بس يعني السلاح أحسن إشي في المسافات المتوسطة والقريبة، لأنه السلاح هيك بتحس فيه الأيم بيطلع بشكل عمودي لفوق يعني بشكل غريب. أحسن تركيبات للسلاح بصراحة الردوت أنا ما بستخدمه بمعظم الأسلحة، بس هذا السلاح ضرورة تحط له ردوت لأنه من أسوأ الأيرون سايت في جميع الأسلحة، يعني الأيرون سايت تبعه مش حتشوف إشي قدامك أساسا، فضروري تركب له ردوت. مقبض أمامي عشان الأيم زي ما حكيت لكم بيطلع فيه طلوع، مخزن موسع لأنه الرصاص بسرعة فيه بخلص، في عندكم كمان إيش سحب سريع. كمان في البركات مخلي له فلاك جاكيت بتساعد انه يعني من القنابل او شيء زي هيك، لانه سحب سريع تقريبا يعني بوفي بالغرض وبيفتح بسرعه السكوب. قوه بدنيه عشان لو يعني لما واجه واحد احافظ على ثبات الايم، انت ممكن تخليها النسر لو يعني بتعرف تلعب فيه هيك يعني بشكل كويس، ممكن تخلي النسر عشان ايش ما تموت. واخر شيء صمت المطبق او بتحط العزيمه حسب المود اللي بدك تلعب فيه. سنعود بعد قليل. لا واضح ان المقطع اعجبك، بما انك وصلت هذا المكان في الفيديو
اجيت عشان اذكرك واقول لك حط لك الفيديو، ولو هاي اول مرة بتشوف قناتي او مقاطعي اشترك في القناة وخذ لك لفة، متأكد القناة راح تعجبك. عدنا. سلاح رقم 2 على القائمة سلاح الكوردت. وهل يخفى القمر سلاحه قريب للسلاح المثالي، حتى انه اخذ تقييم اس في المقطع اللي صنفنا فيه كل اسلحة كود، راح اترك لكم رابط المقطع بالوصف لو بتحبوا تشوفوه. سلاح خرافي في جميع المسافات، وسريع وقوي خفيف بالحركة، واكيد بيستاهل هذا المكان. يعني مسافات قريبة متوسطة بعيدة، يعني جميع المسافات السلاح هذا كويس. بالنسبة للتركيبات كالعادة في كل الأسلحة ما في ريد دوت، بس سلاح الاتش بي ار الوحيد اللي كان فيه ريد دوت. بنحط كمان سحب سريع، مخزن سريع برضه لأنه سلاح شوي بطيء في عادة التحميل، وكمان مقبض أمامي للسلاح ثابت، بس يعني ممكن تحط له مقبض أمامي بخليه أثبت وأثبت. بالنسبة للبركات نخلي له برك الرشاق الأحمر، قوة بدنية باللون الأخضر، ممكن تخليها تشويش لو بتلعب سيرش أند ستروي. وآخر شيء نخلي له عزيمة عشان بلعب فيه دومينيشن أكثر شيء. بتعرف شو اقوى سلاح؟ اقوى سلاح هو اقوى سلاح من المسافات البعيدة مش من القريبة. لما يكون في عندك سلاح زي ال KN44 من 3-4 رصاصات من المسافات البعيدة بقتلك، فهذا السلاح لازم تخاف منه وتبعد عنه، يعني لانه من اقوى الاسلحة بصراحة في المواجهات. فخلونا نحكي عنه شوي. بصراحة انا خايف كثير على هذا السلاح لانه الشركة مش بتخلينا نفرح بسلاح. اسبوع زمن بيعملوا له نيرف وبصير ذكرى مثل اللي قبله. من هان لحد ما يعملوا له نيرف استمتعوا بالسلاح، لانه اللعب فيه كثير حلو ومن جميع المسافات يعني خرافي. احسن تركيبات بالنسبه للسلاح كالعاده من غير سكوب، ساحب سريع، مقبض امامي، مخزن موسع. هذه التركيبه تقريبا مركبه على جميع اسلحه الاي ار الرشاش. بالنسبه للبركات تقريبا نفس النظام، بحط رشاقه، قوه بدنيه لون اخضر، وصمت مطبق باللون الازرق. هيك بنكون خلصنا مقطعنا لهذا اليوم، ان شاء الله نال اعجابكم. اعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، واحكوا لي بالتعليقات شو احسن سلاح بالنسبة لكم في الموسم السابع. من هنا لحد ما انشر فيديو الجاي انتبهوا لنفسكم. باي. Losing Alpha. UAV online. Enemy in sight. Be careful. Enemy Molotov.